تسأل عن صيغة التوبة، تقول يعني إذا أردت أن أتوب يعني ماذا أقول؟ يا تواب تب علي. أختي الفاضلة، بالنسبة للتوبة أولا لا بد أن يعلم الإنسان بأن التوبة تكون من شيئين، من ترك واجب ومن فعل محرم. من ترك واجب ومن فعل محرم. من ترك واجب كأن يتعمد الإنسان ترك الصلوات، أو يتعمد الإنسان إخراج الصلاة عن وقتها، أو يتعمد الإنسان ترك الزكاة أو ترك الصيام مثلا، أو ترك بر الوالدين أو صلة الأرحام. هذه ذنوب. بعض الناس ما يفهم الذنب إلا المعصية، الوقوع فيما حرم الله. لا، هذا ذنب عظيم. فكل من ترك ما أمر الله جل وعلا به قصدا وعمدا فهذا وقع في ذنب عظيم يحتاج إلى التوبة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني من التوبة تكون من الوقوع في الخطيئة، في الذنب، في المعصية، مثل الزنا والربا وشرب الخمر، ومثل أكل يعني أكل الربا، ومثل الكذب، ومثل الغيبة والنميمة، ويعني مثل هذه الأشياء. هذا كل مثل اللعن والسب، ها، النظر المحرم، هذه كلها من الذنوب التي يحتاج المسلم فيها إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة للتوبة هي بالشروط التي دائما أذكرها. أولا الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب. طيب إذا جينا لترك الواجبات، أرجع إلى الواجب. تركت صلاة أصلي، تركت فرض آتي بهذا الفرض، تركت بر الوالدين أرجع إلى بر الوالدين. هذا أول شيء، أن يترك الإنسان الذنب في المقابل المعصية، الربا والزنا وشرب الخمر والغيبة النميمة يتركها الإنسان. إذن أول شرط من شروط صحة التوبة الإقلاع عن الذنب. الثاني عن ندم على فعل هذا الذنب، تندمين على ترك المأمور وتندمين على فعل المحظور. الندم، والندم يظهر أثره يعني يحمل الإنسان هم، ويسأل الله عز وجل إنه ييسر له قبول التوبة. وبعض العلماء يقول يذيب الإنسان جسده حزنا على ما صدر منه، هذا قول لبعض العلماء، وبعض العلماء يقول هذا من مكملات التوبة. الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. مثلا رجل الآن ما يصلي الفجر، التاب إلى الله يجب أن يعزم على أن لا يعود لترك صلاة الفجر، وذلك ببذل الأسباب التي تعين على القيام على صلاة الفجر. يعني مثلا يتأخر عن صلاة الفجر حتى يفوت وقت صلاة الفجر بسبب السهر، يترك السهر وينام بعد صلاة العشاء. السبب يأكل متأخر، يترك الأكل متأخرا ويأكل مبكرا. الصحبة السيئة، سواء الصحبة الفعلية أو الصحبة الإلكترونية التقنية. بعض الناس الآن يسهر على وسائل التواصل هذه الحديثة وعلى الحسابات، ويعني يذهب به الليل وهو هذه صحبة سيئة أيضا، هذه فوتت عليه صلاة الصبح. واضح؟ في المقابل أيضا بالنسبة لمن كان واقعا في ذنب أو خطيئة، التوبة إلى الله عز وجل بالعزم الأكيد على عدم العودة إليها. إذا كان يعني مثلا طمع دنيوي والعياذ بالله يريد أن يجمع المال من حلال أو حرام، يترك طريقة الربا. الزنا يترك النظر ويترك الذهاب إلى الأماكن سواء الواقعية أو الافتراضية التي تفجر الغريزة في النفس البشرية، يقطعها حتى يحافظ على شرفه وعرضه ودينه وقيمته. فالمقصود بأن كل وسيلة تؤدي إلى الحرام يبتعد عنها. قضية أنك تقولين يا تواب تب علي، نعم يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي مثلا، يا أرحم الراحمين، يا من وسعت رحمته كل شيء، ارحم أمتك، ارحم عبدك، وتب علي يا رب العالمين. طيب، وأيضا من السنة إذا الإنسان وقع في الذنب سواء ترك واجب أو فعل محظور يتوضأ ويحسن الوضوء، يأتي بالوضوء، يسبغ الوضوء، ثم يصلي ركعتين ويحرص على أن لا يحدث فيهما نفسه، يغفر الله عز وجل له ذنبه.